اقول لك على حاجه كويسه قوي. اه انا اي حد السنه اللي فاتت كان بيغلط فيا ولا حاجه عمري ما رديت على حد خالص. صحيح. بل بالعكس كلهم فوق دماغي يعني وراهم زي ما قلت لك يعني ايه الدنيا بتلم يعني تمام. أي. في واحد من الركاب اللي بيطلع من الميكروباص بتاع المحور ده يعني قعدت مره اسمعه كده فقال لك يعني هو اهلاوي هو زملكاوي ابا عن جد. اه وبعدين قلت يا نهار ابيض هو الشخص ده انا ما بكدبش انت عارف يعني طبعا الشخص ده في 2013 عندنا بطوله افريقيا ما كانش في دوري شبه ما فيش دوري يعني اي وكان مجموعتنا الاهلي والزمالك وليوبار واورلاندو اول مباراه جمعتنا يوم 22/7 تمام 2013 مع الزمالك في الجون ايوه 1-1 كان احمد جعفر وابو تريك اللقاء أيوه. الثاني الزمالك هيلاعب ليوبار في الكونغو برازافيل مش الكونغو الديمقراطيه برازافيل ايوه واحنا هنلاعب اورلاندو اه احنا خسرنا من اورلاندو والزمالك خسر من ليوبار لو تتذكر يعني ايوه ايوه الشخص ده اللي بيطلع دلوقتي يقول لك زملكاوي ابا عن جد ده كلمني تمام قال لي بص الزمالك غلط غلطه كبيره جدا اوعوا انتوا امنا انت عارف انتوا امنا في البطوله الافريقيه الزمالك نزل في بنت عمار مدينه هناك وراح للمدينه الثانيه اسمها دولسية على بعد 170 كيلو بس الطريق وحش قوي راحوا قبل الماتش بيوم ومحمود فتح الله انا فاكر المكالمه كويس قوي محمود فتح الله قعد يرجع والدنيا كانت وحشه قوي وبتاع خلي بالك يا سيد انت حبيبي وانت اللي هو بيشتمني كل يوم ده اساسا انت حبيبي والاهلي ده الاهلي يا عم الاهلي ده الاهلي مصر تمام فدلوقتي اسمعه يا ابن اللذينه ده انا عايز اعمل لك دي ان ايه عايز اعرف انت ايه انت ايه يا ابني يعني لو في تحليل صحيح اعمله لك والله فما فيش مشكله يعني في الاول والاخر يعني دي ناس واخده اتجاه معين الاتجاه ده مش هتعامله انت بالمنطق في 2019 اللي هي المفروض يبقى فيها عصر في عصر المنطق والدماغ والرؤيه والعلم.